السلام عليكم ورحمة الله. راح نكمل وياكم المرشحات رياضيات للصف الثالث متوسط. راح ناخذ هذني ثلاث أسئلات، ثلاث نقاط. هذا طبعا بالفصل الثاني. يقول لك بس يقول لك جد ناتج ما يأتي x زائد 5 تربيع. إذا جاني هيك سؤال بس يقول لي x زائد 5 تربيع، نفك التربيع يعني أقول قوسين ونفس الناتج x زائد 5 و x زائد 5 بس ما أخليه ناقص، ها عيني، وإذا ناقص هم الاثنينات الناقص. هسه نوزع ال x على القوس، يعني هذا على هاي وهاي على هاي، x في x x تربيع زائد x في 5 5 x زائد 5 في x 5 x زائد 5 في 5 25 x تربيع زائد 5 و 5 10 x زائد 25. خلص الحل. نجي على اليمن على هذا القوس، 2 ناقص x و 5 ناقص x. هسه نوزع رأسا 2 على القوس والاكس على هذا، 2 في 5 10 ناقص 2 في x سالب 2 x سالب x في 5 5 x سالب بالسالب موجب x في x x تربيع عيني يساوي لنا 10 نزلتها ناقص إشارات متشابهة نزل إشارة ونجمع 2 و 5 10 x 7 7 x 2 و 5 7 x زائد x تربيع. خلص الحل. هاي سالب وهاي 7 x. نجي على هذا السؤال الثالث، y ناقص y ناقص 1 تكعيب. هسه هذا نفكه مرة تربيع ومرة يعني هيك يعني بدونها، نقول y ناقص 1 واي ناقص واحد تربيع، لأن يعني هو تكعيب، نفك الفرق بين مكعبين، نفك التكعيب. هسه ينزل هذا مالي شغلة بي، واي ناقص واحد ينزل، هذا أفكه، شلون أفكه؟ يعني أقول واي تربيعها، هاي مربع الحد الأول، نقول واي تربيع زائد، لأن يعني عكس الإشارة، لا لا. نفك واي تربيعها واي تربيع ناقص معكس الإشارة ذاك الفرق بين المكعبين. نقول اثنين الأول بالثاني، اثنين في واحد اثنين في واي اثنين واي زائد مربع الحد الأول واحد، هاي حصلة داخل قوس. هسه ايش راح أسوي؟ راح أدخل الواي على القوس وسالب واحد على القوس. نقول y في y تربيع y تكعيب يساوي y في y تربيع y تكعيب، لأن هذا واحد واثنين ثلاثة. y في سالب اثنين y سالب اثنين y تربيع، y في واحد زائد y. خلصت من ال y. هسه نجي على سالب واحد بالقوس، سالب واحد ب y سالب y تربيع السالب بالسالب موجب واحد في اثنين واي اثنين واي، السالب بالموجب سالب واحد في واحد واحد. هسه نشوف ياهل تستحق نختصرها وياهل ما تستحق. دقيقة، هنا ما عدنا اختصار، اش عدنا؟ عدنا واي تكعيب، اثنين واي تربيع وسالب اثنين، يعني هاي سالب واي تربيع، يعني التربيعات الواي تربيع هاي باعتبار واحد، سالب جمع ثلاثة واي تربيع زائد هنا عندنا واحد واثنين، يعني نجمع واحد واثنين ثلاثة واي ناقص واحد. خلاص الحل، وإن شاء الله التوفيق.